السلام عليكم معكم خديجة أنا حاليا ساكنة بمدينة مارتيل جيت من مدينة مراكش كنت قاطنة بمدينة مراكش الأصل من المحمدية بغيت نعاود لكم أشنو وقع كيفاش تقلبات حياتي في هذا البيريود ديال كورونا وكيفاش ان كاع يعني الاعمال اللي كنت كندير في مراكش اللي كان من ضمنهم كنت كندير لي كارت فيزيت كنت لي كارت فيزيت كنصاوب لي سيت ويب كندخل حتى شويه ديال لي فواياج كنت كنديرهم تجاه ديال الشمال يعني خدامه شويه هنا وشويه هنا كتعرفوا الانسان كيتقاتل على الوقت باش يقدر انه يوفي المصروف ديال دارو والمسؤوليه اللي عنده خصوصا اني عندي ربعه الوليدات واحد فيهم ديابيتيك كيطلب مصاريف كثيره عندي الكرال الماء والضو ما عندي حتى شي حد من غير الله سبحانه وتعالى كان نوقف على رجلي راسي وكنعاون راسي لقيت راسي انا وليداتي جالسين ما عنديش منين نجبد الفلوس ما عنديش باش نوكلهم ما عنديش يعني ما عندي ما عندي حتى شي حاجه ممكن نديرها حتى اكتشفت بالصدفه المرصه ديال الفلايك هنا في مارتيل في واحد البلاصه تيقولوا لها ديزا بديت كنمشي مره مره كنجلس كنراقب الامور اشنو كيفاش كيخدموا هادوك الناس بديت كنفكر علاش ما نشريش من عندهم الحوت ونمشي نعاود فيه البيع بديت كناخد واحد شويه بشويه يعني منين نقول لكم شويه اول مره بديت بقياس ديال سبعين درهم بالجمله ما كنتش كنعرف نبيع الحوت يعني لقيت راسي نص الثمن اللي كنشري به كنبيع به شويه بشويه كان صعيب انهم يتقبلوا مرة انها تخدم معاهم بديت كنفكر اني ندخل الميدان اني نخدم معاهم نعاون دوك الفلايك في الجران باش يطلعوا من الموجه او لا من من البحر آه نعاونهم في الغسيل نغسل الفلايك ايتو والحمد لله اللهم لك الحمد كنقدر يعني نصور المصروف ديال وليداتي كي ياكلوا كي يشربوا كنقدر نخلص الكرة بصح مزيره بزاف المسائل ويعني ولكن الحمد لله انا جيت باش نقول لكم بالنسبه للنساء اللي جالسين في ديوركم سواء عندك الراجل او لا ما عندكش ظروفك الماديه مزعزعه محتاجه بزاف المسائل خدمي اختي خدمي من دارك اذا متوفر عندك تليفون زوين سي زوين تقدري تخدمي انا ما بقاش عندي البيسي مشى ليا كنت كنخدم الايكوميرس كنبيع ونشري غير من تليفوني وغير من البيسي ديالي ما بقاش لقيت هاد الخدمه كحل هي فعلا خدمه متعبه وصعيبه واحد المجال واحد العالم اللي هو ذكوري بامتياز لان يعني تطلب القوه قوه التحمل و وكتطلب و... ان المراه ما تبقاش حاضيه يديها ما تبقاش حاضيه حالتها بزاف المسائل كيضيعوا من الانوثه ولكن معليش يعني في سبيل ان ولادي يعيشوا مزيان الحمد لله بغيت نشجع كل امراه انها تنوض توقف وتقفض على دراعها كما كانوا كيديروا جداتنا ووالدينا والناس القدام وتوقف وتعاون راسها وتعاون على الزمان وتخدم تقدر دير اي حاجه انا يمكن فكرت في في الفلايك وفي هذا الشيء لان ما كنعرفش مثلا نصاوب حلوه ما كنعرفش هذاك الشيء اللي كنعرف ليه ما بقاش ما بقيتش قادره نجبد منه الفلوس مشيت لهذا الدومين هذا نتمنى انه يكون خير وحاليا حتى كنفكر اني نطور من راسي كنفكر اني ندير واحد الفورماسيون باش ناخذ ليفري يعني ترخيص ديال الصيد البحري نبدا ندخل مع الفلو في ندخل نبدا نصيد حتى انا في الفلوكا باش يكون عندي المدخول يزيد يطلع المدخول ديالي أه تزيد نحسن الظروف ديال الحياه ديالي وفي نفس الوقت عندي احلام عندي اهداف من من اول واهم الاهداف عندي اني نوصل ولادي ان شاء الله بالتربيه مزيانه يكونوا مربين مزيان يكونوا عارفين الواقع ديال الحياه ما كرسمش لهم لا في اون كان كنعطيهم الواقع كنعطيهم اشنو عايشين اشنو ممكن الانسان يدير من تحت الصفر انه ممكن يعود يوقف ويعاود يقاوم ويعاود يوصل هذاك الشيء اللي بغا غير الصبر والايمان بالله سبحانه وتعالى بصح ملي كنقول لكم الايمان بالله والصبر وربي اللي كيفرج واللي كيفتح ابواب الخير يعني ماشي حيت خاصني حتى ندير الزيف عاد نقول لكم هذه الهضره او لا انا حاليا كنعتبر راسي محاربه 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 في الحياه مناضله مناضله ماشي في احزاب سياسيه او لا مناضله في مناضله في في بالنسبه للمطبات ديال الحياه العراقل ديال الحياه كل مره كتخرج لي حجره قد جبل قدامي كي نعاود نطلع ونهبط معها وننزل باش نوصل حاليا نوصل غير يكونوا واحد اربعه الحيوط وباب ساده على وليداتي وكينعسو في دارهم وكيرتاحوا وكياكلوا لي قسم الله على قد الحال كل مره وكيفاش ويقرأوا على قد حالهم وهذه هي حياتي حاليا في مدينه مارتيل هاد الناس استقبلوني اه, تعاملوا معايا مزيان الله يجزيهم بخير تعاونوا معايا وقفوا معايا احترموني بزاف وقدروني بزاف اه, اللهم لك الحمد وليداتي مرتاحين نفسيا هنا اه, الرساله اللي بغيت نقول لكم خليكم ايجابيين خليكم ايجابيين وحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى قال لك انا عند ظن عبدي فليظن بي عبدي ما يشاء بلا ضنيتيه بالله غادي غادي يحطوا لك في طريقك